هي متفرجة وليست مناصرة. تبقى الكرة يسار عناصر فيتا كلوب من هناك تسترجع جزائرية، ما زالت الكرة على الأرض، ثلاث لاعبين أمام لاعب واحد لم يتمكنوا منه، تسترجع من هناك عن طريق فريد ملولي يلعبها في العمق من عند سفيان يونس، يرجع للخلف عن لصالح فريد ملولي، كرة طويلة من فريد ولا واحد في التغطية، بعيدة على عبد الملك زيال، الحكم قال لمسة يد. بعقلك يا عبد الملك، خذ راحتك يا عبد الملك، فهذه هي المخالفة، يلا روح لمكانك يا عبد المالك، يلعبها أرضية. مش عارف علاش تسلعت يا عبد المالك، مش عارف علاش. محاولة المرور من هناك على الجهة اليسرى، ولكن التغطية الدفاعية من مابيلي، بداية نقدر نقول لحد الآن غير موفقة للوفاق في الربع ساعة الأول من انطلاقة هذه المباراة. الكرة في الوسط لصالح مابيدا مع موبيلي، وكذلك باسيسيلا توصل على الجهة اليسرى لإبونغا. عوض أن الجماهير تصفر، لازم تصفق وتشجع فريقها في هذه الظروف الصعبة. هكذا وضع يعني يساعد عناصر فيتا كلوب الكونغولي، يخليهم يسترجعوا ثقتهم في أنفسهم. حذار يا زيوندو من هناك على الجهة اليسرى، ارمي الكرة يا زيوندو، فيها خطأ من حسن الحظ، الحكم الجابوني صفر خطأ لصالحك، وإلا كانت لقطة خطيرة لصالح عناصر فريق فيتا كلوب الكونغولي. لاعبي فريق فيتا سقط على أرضية الميدان. ما دام يتألم بهذا الشكل فمعناه أنه هل هناك إصابة صعبة؟ طبعا الوزير الأول وفقة رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم السيد عيسى حياتو وبعض الوزراء ورئيس الاتحاد الجزائري ووزير الرياضة الجزائري، طبعا لا ننسى بأن هناك اجتماع للجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم غدا الأحد في الجزائر العاصمة، وبعد غد الاثنين ستطير بعثة من الكاف إلى المغرب لمناقشة واتخاذ القرار بشأن نهائيات كأس أمم إفريقيا. طبعا القرار لن يتخذ غدا، ربما سيكون فيه الاستشارة بين أعضاء اللجنة التنفيذية للكاف، لكن أبدا لن يتخذ القرار غدا إلا يوم الاثنين بعد أن تكون هناك الزيارة للوفد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للشقيقة المغرب من أجل الاطلاع عن قرب عن الاقتراحات الموجودة لاتخاذ القرار النهائي غدا أو يوم الاثنين مساء أبعد تقدير. كرة في الوسط لصالح الزرارة، هاي الكرة من هناك زيوندو على الجهة اليسرى، يا زيوندو نعم، لم يسبق لك وأن لعبت في أجواء مثل هذه، وفي أجواء مثل هذه ليس الكثافة الجماهيرية ولكن الضغط على نوعية هذه المباراة. تسترجع فيها الخلف عن طريق الثنائي ملولي وكذلك عبد الغني دمو، أنتم في حاجة إلى الاحتفاظ بالكرة حتى ولو في الخلف، تلعب مع ميغاتلي، ميغاتلي للقرع في وسط الميدان، للقرع يرجع لميغاتلي مرة ثانية، ميغاتلي الاحتفاظ بالكرة يخليكم تمتصوا حرارة اللاعبين تاع فيتا كلوب. الكرة من هناك من عبد الغني، بوبو يا دمو ماذا فعلت؟ يا دمو ماذا فعلت؟ كاد يخطئ دمو في هذه الكرة، الحكم قال ضربة مرمى من حسن الحظ. يقول لك يا سفيان خدايرية شوف الكرة كما ينبغي، وانت يا دمو اضرب الكرة بالقوة اللازمة، ليس هكذا ابدا ابدا، ليس هكذا يا دمو مع ملولي. كرة ضربة مرمى 18 دقيقة لعب مشاهدي الافاضل منذ انطلاقة الشوط، صفر مقابل صفر. كرة لعبد الملك زيايا، التغطية من دفاع فيتا كلوب، الحكم لم يقول شيئا، ترجع مرة ثانية، تسترجع الكرة كونغولية والانطلاقة، هذالي بالكرات البينية في العمق، ما زالت كونغولية وانطلاقة من هناك، خليها تروح يا زيوندو، حذاري حذاري، ضربة مرمى الكرة هذه بعد هذا التوغل من موبيلي اللي تحول إلى مهاجم إضافي ثاني رفقة سينا طامو لاعب الأوغندي البلغ من العمر 20 سنة واللي يحمل رقم 4، طبعا هو قلب الهجوم لكن يتحول موبيلي رقم 19 صاحب 6 أهداف في هذه المنافسة إلى قلب هجوم ثاني يصنع الفارق في الخط الأمامي لفريق فيتا كلوب الكونغولي. دائما كنا راح نقول فيتا كلوب الزاير لأنه كان تسمى الزاير سابقا، الزاير أيضا اللي عنده تقاليد كروية، كان شارك في 74 في نهائيات كأس العالم. الكرة تلعب في وسط الميدان لصالح عناصر فريق الوفاق، هاي الكرة لصالح عبد الملك زيايا، والتغطية الدفاعية من هناك عن طريق اللاعب بوحكا مابيلي للتماس يخرج هذه الكرة. أين أنتم يا عشاق الوفاق؟ أين أنتم يا جماهير الوفاق؟ تلعب الكرة في الخلف لصالح اللاعب زرارة، ضاعت له الكرة، حذاري من الهجمة المعاكسة، الانطلاقة من هناك على الجهة اليمنى السريعة عن طريق اللاعب لوفومبو، ضاعت له الكرة، تسترجع في الوسط
من امضاء زرارة توفيق يواصل او جانيت كرته لم تصل ولم يلحق جانيت مرة ثانية والاجراء ايضا لم يلحق حذر من انطلاقة صعبة من موبيلي التغطية من هناك موبيلي ما زالت عنده الكرة حكم خلى الافضلية موبيلي لم يمر اصرار كبير عند اللاعبين الكونغوليين الذين يفاجئون الوفاق بهذا الاداء وبهذا اللعب الهجومي خليهم معليش خليهم يجيو يطلعوا وينطلقوا ولكن لازم تكون السرعه الفائقه في الهجمات المعاكسه من انطلاقات يونس سفيان وكذلك الهادي بالعميري على الجهه اليمنى نقطه قوه الوفاق ايضا هي في الرواقين في المهاجمين الايمن والايسر من دون ان ننسى عبد الملك زيايا قلنا لكم حافظوا على الكره ولكن ليس هنا عندما يضغط عليكم عناصر فريق فيتا كلوب حذاري ارجوك يا دمو يرجع لملولي لخضيريه عفوا بالعميري لم يتمكن منها الكرة لصالح جانيت يصارع ثلاث لاعبين أربعة أمام لاعب واحد تفوق عليهم اللاعب هو الهداف هذا مابيدي يلعبها الجهة اليمنى من هناك مع مابيلي الكرة في الأرجل ضاعت الكرة القرع في الاسترجاع هايلة منه القرع يواصل محمد يواصل دائما عنده الكرة محمد القرع دائما محمد يلعبها في العمق أوه كرة ممتازة زيوندو لا 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 توزيعة ممتازة من بنجامين زيوندو وممتاز نيلسون لوكونغ يلتقط هذه الكرة هذا يا ميغاتلي هيدا من بالعميري يرجع ليسترجع هذه الكرة يلعبها في الخلف مع قلب دفاع ودمو عبد الغني يرسل كرة طويلة هكذا يدمو عندما يكون عليك الضغط ما زالت الكرة دائما لعناصر فيتا كلوب الكونغولي في الخلف تلعب الكرة عن طريق بونغو هاي الكرة الآن بونغو عفوا هو رقم ثلاثة على بونغو على الجهة اليسرى راح بونغو يوصل بونغو التغطية في خطأ نعم في خطا واعتراض يقول حكم المباراة من عبد الغني دمو على المدافع الايسر باتو ايبونغا بالغ من العمر 31 سنة كنت اقول ايبونغو بل هو ايبونغا المهم هو لاعب من الكونغو الابدع في هذه اللقطة والانطلاقة لولا التغطية والخطا الذي ارتكبه عبد الغني دمو كرة في المخالفة صعبة لصالح الخطير لاساديسو باسيسيلا جانيت وكذلك بالعميري ليس بالعميري ليوقف في الجدار قصير القامة هكذا المخالفة المسافة القانونية لم تحترم باسيسيلا في تنفيذ هذه هي المخالفة الصعبة جدا التي ستكون مقوصة داخل حذاري عبد الغني يدمه في القائم الأول يجب أن يكون لاعب جزائري في القائم الأول نعم هكذا ينقل الخطر وصلت لمابيدي يوصلها على الجهه اليمنى كره من هناك صعبه لصالح عناصر فريق فيتا كلوب حذاري من لوفومبو يراوغ لوفومبو يسدد لوفومبو وسهله كثير هذه الكره لصالح سفيان خضيريه ما زال التعادل 0-0 مشاهدي الافاضل ما زال الوفاق لحد الان متفوق بهذا اللقب في وقت ايضا العيون المعلقه الى هنالك الى الرياض اين يخوض الزعيم نادي الهلال مباراته النهائية هو أيضا أمام نادي سيدني لقاء العودة نتيجة هنالك ما تزال 0-0 بين الفريقين كان الهلال خسر في المباراة الأولى بهدف مقابل 0 أجواء أيضا كبيرة في الرياض مع فريق من الفرق الأكثر شعبية في الخليج العربي وفي آسيا انطلاق على الجهة اليسرى لصالح عناصر فريق فيتا كلوب هي صعبة وخطيرة يا عبد الغني قوة في التدخل هنا بالكتف للكتف من أمام ديمبي موبيلي عمره 20 سنة فقط هذا موبيلي 6 أهداف سجلها في دوري الأبطال نعم الكتف للكتف يا عبد الغني شوية كتف مع الظهر ولكن الحكم كان قريب من اللقطة ويشاهد أفضل منا واو قوة كبيرة هنا في التدخل تفوق في الصراعات الفردية هو اللي استعفى لا أدري الجماهير الصيفية والجزائرية الموجودة في المدرجات ماذا تفعل يعني لا أدري ماذا تفعل هل هي تتفرج لو جاءت لتتفرج لبقيت في بيوتها أفضل تتفرج على المباراة الذي يتنقل إلى الملعب يتنقل من أجل التشجيع ربما النفس انتهى خلاص لم يبعد لهم نفس بعدما هتفوا ورقصوا وغنوا على مدى أسبوع وهتفوا ورقصوا وغنوا البارحة وكذلك طيلة صبيحة اليوم لتبدأ المباراة ويجدوا أنفسهم هكذا هذا من التسديدة وصلت كرة من هناك على الجهة اليمنى فريق فيتا كلوب يلعب أفضل فريق فيتا كلوب يلعب أفضل خطيرة لصالح فيتا الدفاع يدخل اي نعم نلاحظ على وجوه اللاعبين الجزائريين شويه اطمئنان ليس هناك قلق كبير ولكن فيتا كلوب يلعب افضل فيتا كلوب اخطر فيتا كلوب ليس لديه ما يخسر فيتا كلوب متحرض مقارنه بلاعبي فريق فاكستيف كره في التماس لصالح ايبونغا
بونغا التماس ينفذ ميغاتلي ينقذ الموقف، تروح الكره في وسط الميدان مباشره مع زراره، زراره يرجع لميغاتلي يرسل كره طويله، اين انت يا عبد الملك يا زيايا؟ هذا هو الموعد الذي يجب ان تكون فيه في المستوى. هذا من التسديد هات من بعيد، هذا هو الموعد الذي لا يجب ان يضيع. هناك مواعيد مع التاريخ لا يجب ان يفوتها الانسان مهما كان في اي مجال كان. موعد كبير ونهائي دوري ابطال افريقيا، فرصه ثمينه للوفاق للتتويج به، موعد كبير لانه اليوم هو عيد الثوره الجزائريه، الذكرى 60 لاندلاع الثوره التحريريه التي كانت واحده من اعظم ثورات القرن العشرين. زيون بن عبد الملك زياده عند الكره وانطلاقه في هجمه اخرى عن طريق دايو. اوه ضيع تسلل سيد الحكم، نعم وضع التسلل، والا النيه والفكره والتمريره كانت من اروع ما يكون. اوه حسن الحظ، نعم وضع التسلل واضحه من هناك على الجهه اليمنى. شوف هنا، نعم 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 حكم المساعد رفع الرايه من حسن الحظ، وضع التسلل اعلنها. صراحه خلوني نقول بعد 26 دقيقه لعب في تقلب افضل من الوفاق ستيفيوم، مش عارف اذا هذا شيء طبيعي ام انه اللاعبين تاع الوفاق كانهم مش عارف تعبانين مضغوطين مش عارف. الكرة في المخالفة عن طريق زيوندو، يرفع كرة عالية لبلعميري موجود على الجهة اليمنى سهلة بالنسبة للحارس الكاميروني نيلسون لوكونغ ليحرس مرمى فريق فيتا كلوب. اه كم ستكون المباراة صعبة كما كنا نتوقعها، ابدا المباراة لا تربح بعيدا عن ميادين كرة القدم، تربح في الميدان ليس في اي مكان اخر، لا في المدرجات ولا في الشوارع ولا حتى في كينشاسا. يعني مباراة العودة تلعب تربح هنا. نعم نتيجة رائعة حققها الوفاق في كينشاسا. حذاري حذاري من فضلك بسرعة اللازمة، عبد الملك زيايا غير موفق. صورة على استقبال الكرة من عبد الملك زيايا في هذه اللقطة تعبر عن حال الوفاق. زيوندو زيوندو يتمكن من صد هذه الكرة والانطلاقة من هناك عن طريق يونس. شوف الكرات البينية السهلة الضايعة من جهة، اوه لا 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 غير موفق كريم وفاق ستيف في الكثير من المرات. ان شاء الله تسترجعوا تلتقطوا انفاسكم وتسترجعوا قواكم سواء في هذا الشوط او في الشوط الثاني. تلعب الكرة في الخلف من ايبونغا باسيسيلا، هكذا نريدكم مناصرين وليس مشاهدين ومتفرجين على هذه المباراة، والا لتركتم اماكنكم لعشاق الوفاق الكثر الموجودين اللي بقوا في ستيف وفي مناطق اخرى كانوا بامكانهم انهم يكونوا افضل منكم كمشجعين في هذه المباراه. حذاري تقطيع من هناك من لوري، حذاري يستفيد من خطا، يستفيد من خطا، يقول حكم المباراه لصالح فريد. شويه ثقل عند فريد من لوري وعبد القادر عبد الغني دمه، شويه ايضا بطء في الرولانس من الخلف وفي ايصال الكرات للرفقاء في احسن الظروف. كره لا تبقى عندكم كثيرا في ظروف معينه، يعني اوكي في بعض الظروف يجب ان تحافظوا عليها ولكن لا تحافظ عليها فرديا ولكن جماعيا، حافظ عليها المهاجم. انطلاقه من هناك يونس لم يلحق، التغطيه دفاعيه من المدافع الايمن مابيلي يلعبها على الجهه اليمنى لمدافع الايسر ايبونغا. ايبونغا ميغاتلي متاخر، بلعميري ماذا هنالك؟ ماذا هنالك من الناحيه البدنيه لعناصر الفاق ستيف؟ ماذا هنالك؟ هل تم كان هناك ضغط عليكم بدني ام نفسي؟ لا ندري. وانطلق من هناك من يونس، هاي للكرة، انطلق يونس هاي للكرة، لم تمر الثنائية بين يونس وأكرم جانيت والحكم قال خطأ لصالح الوفاق الصيفي على هذا. هذه هي الكرة، عندكم المهارات والقدرات الفردية الفنية والجماعية. شوف أربع لاعبين قرب من كرة، الوفاق متعود أفضل، متعود أفضل. صفر الحكم خطأ لصالح أكرم جانيت صاحب الهدف الثاني، واحد من أبرز اللاعبين في الوفاق، عنده خمس مواسم ويلعب في وفاق ستيف. كرة في المخالفة لصالح زرارة، وكذلك أكرم جانيت في تنفيذ هذه المخالفة بعيدة شوية من حوالي 40 متر بعيدة عن المرمى، تسديدها مباشرة راح يكون صعب بهذا الشكل يا أكرم يا جانيت. أكرم جانيت يلعبها ثنائية، تسديدة أولالا مرة جانبية، تسديدة الأرضية اللعبة ثنائية ولكنها مرة جانبية. ما عدا الخمس دقائق الأولى الوفاق لعب خمس دقائق وفريق فيتا كلوب لعب العشرين دقيقة الأخرى أو الخمسة وعشرين دقيقة الأخرى.